علي انت رايح فين يا حبيبي؟ ابدا انا كنت خارج يعني وما عندي مشوار يعني. ليه يا علي بس؟ تعالى احنا قاعدين قدام التلفزيون وعامله لك بقى شويه مكسرات وجاتوهات وحركات وهنقعد نتفرج على الاوسكارز، حفله الاوسكارز النهارده يا علي. فعلا دي قاعده حلوه قوي، دي ولا راس السنه صراحه يا علي. ايامي كلها معاك راس جديده. يعني ايه راس يعني؟ كل ايامي معاك راس سنه جديده يعني يا علي. بص بص انت عمري. ايه؟ انت عمري يا علي. طب يا ست الله يبارك لك. بابي يلا بقى تعالى اقعد معانا وازقز لب بقى عشان نتفرج على الحفله. ايوه تفتكر بقى مين اللي هيكسب النهارده؟ انا رايي لا لا لاند. وانا كمان رايي لا لا لاند. فاكر يا علي؟ What about your first Oscars؟ ايه؟ Oscars البنت بتاعت السنة اللي فاتت المذيعة دي اللي كانت بتسأل الراجل وتقول له What about your first Oscars؟ وهو انت قلت لي الله ده سؤال غبي جدا، قصدي سؤال حلو قوي وزنقته، وانا اقول لك يا علي في الاخر البنت لبست في الحيطة وراحت ورا الشمس. فعلا كان سؤال تافه جدا، انا مش عارف اقول لك ايه. بس انا حبيبتي انا لازم انزل علشان خاطر اتفرج على الماتش مش اكتر. انت عارفه الماتش مش اكتر طبعا يعني. طب بقول لك ايه علي، ايه رايك نخرج كلنا معاك كعائله كده نتفرج على الماتش؟ ايه رايك؟ لا ما ينفعش، يعني ايه هاخد امك وكافيه واكشفها على الرجاله؟ انت بتهزروا؟ لا في دي معاك حق، حينش طول عمرك. لا بلاش تكشفني على رجالة. طب بقول لك ايه علي، بلاش انا هقعد هنا اكل خروب وازقز لب وخد العيال معاك، هم عايزين يتفرجوا على الماتش. يعني اتكلموا على الرجاله. يلا 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 حسبي الله ونعم الوكيل. يلا حبيبي يلا يلا باي باي يا مامي. باي يا حبايبي. باي باي. اكل انا خروب اكتر. يلا يا فوزي نقعد هنا بسرعة قبل ما الأماكن تتسحب. يلا في مكان فاضي اهو. فين ده يا فوزي؟ قاعدة على ابني المحظوظة. طيب خش اقعد. ماما تتحدث إلى سوري، سامعني؟ حول. سوري تتحدث إلى ماما. سمعت. للأسف حول. اوعى تخلوا أبوكوا يقوم، سامعني؟ حول. جون جون. الله عليك وعلى جمالك يا ابني، ما تشوف لي مكان جنبك يا جميل. بتقول حاجة يا بابا؟ ما بقولش، اتفرجي وانت ساكتة. في يا مالك؟ لا مفيش، فرحان بس شوية بالجون. هو انت تفرح وتزعلني انا؟ ما تخلي بالك شوية. ما تظبط ياض، اظبط ياض بدل ما اظبطك. ما هو بيلعب حلو اهو يا بابا. بيلعب حلو ازاي ازاي؟ ماما تتحدث إلى سوري، سامعني بسرعة، قول لأبوك إنك عايز تروح الحمام، حول. أنا مش مزنوق دلوقتي، حول. لو ما قمتش كلنا هنتزنق يا ابن المزنوقة. بابي بابي عايز أعمل بيبي، عايز أعمل بيبي، عايز أعمل بيبي. ده وقته. جون جون جون. جون إيه يا بابي؟ الجون ده فينا. وماله؟ ما تفرح للناس يا حبيبتي. لا كده أنت كتير زودتها على فكرة، ما تلمي نفسك. والله يا فرحتي ايه وانت كل شويه تمسكني هتتلكك. اديله اديله التاني، ده ولد قليل الادب، لعيب زباله. بقول لك يا سوري، انا نفسي احس كده احساس الحضن لما الجون ينزل. الدنيا ريشه في هوا بملم ملم، والحب بين جناحي بملم ملم، يتترتب الدنيا تيرارارا. طب ليه؟ هو قال لي ليه يا حبيبي؟ ليه كل حاجة حلوة بتبقى قصيرة؟ يا ساتر يا رب، ايه الكآبة دي؟ المهم انت قاعد تعمل ايه؟ هو انت بتعرف ترسم؟ طبعا لا. امال بتعمل ايه؟ طب اساليني الاول برسم ايه، يمكن بحضر لك مفاجأة. ما تقوليش اكيد بتهرج، بترسمني انا ها؟ ايه ده؟ ها؟ مين ده؟ هو انا قصدي انت الحقيقة، ومركز في الراس مظبوطة، وبعد كده لقيت الشخصيات دخلت. هو فطوطة انت توارد شخصيات. توارد شخصيات؟ طب يا اخويا بتاع التوارد الشخصيات، عايز اقول لك بقى ان صاحبتي وحبيبتي ونور عيني انجي وقع في محنه، عايزين نقف جنبها.
واكيد جوزها علي برضه في معنى وعايزنا نقف جنبه. لا يا حبيبي، علي ده ما توقفش جنبه ابدا. علي في نعمه لازم يحمد ربنا عليها. انا نفسي ابقى في النعمه دي برضه. طب اسكت خالص، اسكت خالص خالص خالص. بقول لك ايه، عايزه منك خدمه سموره. بص يا حبيبي، عايزك تراقب علي، تشوفه بيعمل ايه، بيقابل مين، بيكلم مين في التليفون، وتيجي على طول تقول لي انا. كولالومبو. خدي دي بقى. امبارح تلصصت عليه، لقيته ماسك التليفون وبيتكلم بصوت ناعم. الله، قول لي بقى كان بيكلم مين وبيقول ايه. كان بيطلب ديليفري. ديليفري؟ كان بيطلب ايه؟ 2 كيلو بطارخ وربع بلطي ونص لقز. لقز؟ يا عم بقول لك عايزه معلومات، بتقول لي اكل، عايزه معلومات، اديني اكتر. هقول لك نكته. قطه قابلت قط، لو انت قطه وانا القط، عايزه تخطبيني تقولي لي ايه؟ نياو. نوت نياو. حس الامن يا نبيل بيقول لي ان انت مش شايف شغلك كويس. وانا حس الامن يا باشا بيقول لي انك هتحبسني. حسك الايه؟ الامني. الامني؟ حسك عينك اسمع الكلمة دي مرة تانية. الحس الامني ده موهبة مش موجود غير عند 3، انا وجون ترافولتا في فيس اوف، ونيكولاس كيج في فيس اوف، والاتنين خلاص بقوا فيس اوف، انما انا فيس اون ولسه في الخدمة. يعني انا لو فسيت اون سعادة الباشا يبقى عندي حس امني؟ انت لو فسيت بس يبقى عندك حس امن. انت قاعد عمالين نرغي ونتكلم وسايب القضايا بره. في قضايا بره هات انا فيه. سعاده الباشا دي المدام بتاعت حضرتك والاستاذه انجي. الله يخرب بيتك يا حمار، اندهلوا بسرعه. حضر سعاده الباشا. تمام يا فندم، اتفضلوا جميلات يا حلوات يا مرات. سونا ازيك يا حسين؟ خير يا كمال؟ ايه اللي ما في ايه؟ ما احنا لسه شايفين بعض الصبح ومهزقين بعض كالعاده. تهزئ الحليب زي اكل الزبيب يا حصين. خير خير يا حبايبي. فكي بوزك يرجع لك جوزك. نعم، دي شفره دي ولا ايه؟ لا، دي خطه اللي عملناها علشان نمنع علي ان هو يحب البت الطويله الصنافور اللي اسمها ساندي دي ويرجع لبيته. ساندي. مين يقدر يمنع الحب؟ مين؟ الحب ده بيسيح المشاعر زي ما حتة الزبدة تنزل تسيح كده في الشعرية. مين يقدر يمنع ان الزبدة تسيح في الشعرية؟ مين؟ مين؟ عندك حق يا حسين، عندك حق صراحة، كلامك عسل وزبدة وقشطة. عندك انا وحسين مثلا اول ما شافني سيح فيا، مش كده برضه يا حسين؟ انا هسيح دمك ان شاء الله. في فرق بين الحب والقضاء والقدر. انجي انجزي، عايزه مني ايه؟ صراحه بقى يا حسين، انا عايزك تروح تقبض على الست دي. بتهمت ايه ان شاء الله؟ بتهمت انها بتحب واحد اسمه علي؟ خلاص بلاش بلاش تروح تقبض عليها، انا عايزك تروح تتكلم معاها، يعني تروح تفهمها ان هو راجل متجوز ويعول، عنده 3 عيال وعنده زوجه مش بطاله، يعني هو بس المشكله الوحيده انه ما عندوش دم. ايوه صح صح، انا مستعد اروح ابات معاها واقول لها ان هو ما عندوش دم فعلا. ايه ماشي حظابط، ماشي يا انجي، علشان تنقذي نفسك تلبسيني انا بقى. تلبسك ايه بس؟ ما انت لابسه من بدري ولا انت واخده بالك؟ طيب بقول لك ايه، خلاص اعملي محضر خيانة. محضر خيانة؟ وده اكتب فيه ان شاء الله؟ عادي تكتب فيه يعني انه في يوم الثلاثاء الموافق 20 الاول في الساعة 9:30 الى 5 مساء شكت انجي احمد في جوزها علي الطيب ان هو بيخونها مع واحدة صنافور طويلة حلوة زي القمر. بس كده؟ بس كده انتوا وهي اطلعوا من هنا دلوقتي بدل ما اضربكم انتوا الاثنين. ماشي يا حسين، ماشي، انا همشي يا حسين، همشي، بس خليك فاكر، ها؟
ليك فاكر يا حسين؟ ماشي يا علي ماشي، انا وانت والزمن طويل يا علي، بس مش طويل زي ساندي. ايه رايك في المبنى الحلوه دي؟ هو حلو يا حبيبي بس غريب شويه. غريب ايه؟ دي مبنى عم عقول، ده راجل محترم، راجل محترم حل مشكله الشباب. وبعدين ادينا قاعدين على كراسي اهو، نفرد الكرسي، نتني الكرسي براحتنا. شكلك مش هتجيبها لبره خالص. طبعا مش هجيبها لبره، امال انت فاكره ايه؟ ايه ده؟ حرام، ما تديله اي حاجه عشان يغور من الغنى. تديله ايه؟ ده مش تبع عم عجوره، ده اكيد دخيل على المكان. طب بقول لك ليه يا لولا؟ انا مش مستريحه المكان ده خالص، ما تيجي نروح على كافيه تاني. يا ساتر يا رب. خلاص انزل 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 انزل, انزل. الله يخرب بيتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيعكسني. ده بيعكسني يا علي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.